بين كتلتين تضاريسيتين تتمثلان في كتلة جبل باني وجبال الواركزيز تنحصر آسا. حاضرة تنتمي إلى إقليم آسا الزاج المستحدث في 19 من شهر ماي من سنة 1991 بمناسبة الزيارة الملكية للمدينة. تبلغ مساحة الإقليم نحو 27 ألف كيلومتر مربع، وتحتل منطقة نفوذه موقعاً استراتيجياً هاماً، بحيث يعطيه تواجده على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية بعداً مغربياً يجعل منه واجهة حدودية للمملكة. واحة من واحات حوض درعة الواقعة جنوب شرق وادي نون، والتي تبعد بنحو 110 كيلومترات عن مدينة قلميم. أسا تقاية تمازير تليلا غمس تزمت الصحراء غايد تسمى سوسا أشكو كرا المكان اللي نبعدن بزاف ريس نتيني تاسا، ولكن غمس دراسة الجيولوجيا أرتم بأن تقا زند يتاسا المناطق كلهم الصحراء خوانت سوس واحدة تيعمرن تقغيد يت المنطقة اللي زورن لانجيز السكان. ترتفع آسا عن مستوى سطح البحر بنحو 320 متراً، وهي منطقة شبه صحراوية تتخللها أودية أهمها واد تغزرت ووادي درعا الذي تغذيه شمالاً أودية آسا وإمشيل، وجنوباً أودية بولغماد والزاق. مناخها يتميز بالقساوة والجفاف، حيث إن درجات الحرارة بها تتعدى أحياناً 48 درجة، في حين لا تتجاوز تساقطاتها معدل 100 مليمتر سنوياً إلا نادراً. في وادي آسا الضيق العميق تنمو أشجار النخيل لتظلل بجريدها حقول القمح والشعير والذرة، وعلى طول سواقيه تنمو بعض شجيرات الحناء والرمان. ومن ماضي درعة الغابر حين كان يدعى درعة الزيتون، بقيت بعض أشجار الزيتون شاهدة على مدى خصوبة المنطقة أياما خلت. حسب إحصائيات سنة 2004 بلغ سكان الإقليم نحو 44 ألف نسمة، يشكلون مزيجاً لغوياً وثقافياً بين المجتمعين العربي والأمازيغي. تتكون غالبية السكان من الشباب، الفئة النشيطة التي يقدر عددها بحوالي 21% من مجموع الساكنة. يزاول معظمهم تربية الماشية والنشاط الفلاحي، معتمدين في ذلك على الرعي واستغلال أراضي الفيض بأساليب تقليدية عتيقة. أكدت مجموعة من المصادر أن المنطقة عرفت استقراراً بشرياً قديماً وتواجداً مكثفاً لعناصر وثنية ومسيحية قبل مجيء الإسلام. هذه العناصر ارتبط اختفاؤها تاريخياً بوصول الإسلام إلى المنطقة وتأسيس الزاوية الوهدوية في القرن الثالث عشر الميلادي على يد أحد المجاهدين المسلمين إعز وهدة. هذه الأطلال المهيمنة وتلك القبور المنتشرة على مساحات تقارب مساحة قصر آسا كله دليل على تعمير المنطقة منذ أمد بعيد. لقد كانت آسا مقصد العديد من الناسيكين الزهاد الذين اختاروا لأنفسهم التفرغ إلى العبادة وذكر الله، حتى أحصي بها نحو 366 وليا صالحا. بالضبط المنطقة بأنه سميت بكثير كثرة الأولياء فيها، قال لك بأن
اللي سمعنا ماشي بأن عرفنا ولا منقول عندنا ولا كذا، لأنه قال لك هاد البلاد كيقصدوها الناس العباد، الناس العباد اللي كيقهروا النفس. يعني هاد المنطقة كيكون فيها شوية ديال الصعوبة من كثرة الأجواء قديمة وما أشبه ذلك، كيقصدوا هذوك العلماء الزهاد وكي يعبدوا الله تبارك وتعالى يعني هربا من الفتن، كيقصدوا هذه البلاد اللي هي متوسعة ما فيهاش شي ضجيج ولا ما كذا، يعني كيقصدوا نتيا ربما يكون السبب ديال الكثرة ديال هذوك الناس كيقصدوا نتيا حتى يموتوا فيها ويتدفنوا. هنا يرقد جثمان ويعز وهدى، أحد أولياء آس الذين عرفوا بالجهاد في سبيل نصرة الدين الإسلامي، وتميزوا بالكرم وحسن الضيافة والخلق، قطب آس الأكبر ومؤسس زاويتها العتيقة. تعتبر زاوية آس من أقدم الزوايا التي أقيمت بالمغرب، فقد حملت مشعل الدين والصلاح لأكثر من 700 سنة، إلا أنها لم تشكل قط زعامة سياسية ولم تستغل كغيرها من الزوايا المغربية الأخرى خلال الأحداث المضطربة التي شهدها المغرب في القرن 17 الميلادي أواخر الدولة السعدية لتحقيق مطامع في الحكم والرئاسة، بل اقتصرت على الدور الديني والإصلاحي. لقد كانت مقصد طلاب العلوم الدينية من كل القبائل الصحراوية ومأوى لعابر السبيل واللاجئين، مما أضفى على المنطقة كلها صبغة قدسية وخصوصية دينية جعلها تحظى بالاحترام والتقدير من طرف كل القبائل لاعتقادهم بأن المنطقة مركز الصلحاء والأولياء. إضافة إلى كثرة الأضرحة، يتوفر القصر على مساجد عتيقة عرفت إشعاعا دينيا وعلميا مهما، أقدمها مسجد سيد عيسى بن صالح. درس الأحوال نحضر 10 قرن تقريبا، مؤسس قد سيدي عيسى بن صالح قال عالم استبنان تن قزي سقرن مدين بعد تشكيت تبنوت مزجدة بني ملي تورك تقول كرستين مزجدة بني ملي سنة تعقدين كيلا لما سوسا يقد الزويت الزويت تقال مدرست وكا تمزجدة ندوم اللي تمزجدة ندوم قد الجماعات نسن نتني أفلس نتصرف جماعة نتني 40 جماعة مزجدة نتتي تصرف في نتتي تخلص نفقين نتتي سفون نفقين نتتي شكش نفقين نتتي كذا المدرسة مقرن تجت الزويت أكودن مدرسة زويت وسا واللي يحفظ القرآن يتدوس الزويت الجزء يقرأ العلم. يجهل بالضبط تاريخ تأسيس هذا المسجد، إلا أنه أقدم من الزاوية، فمؤسسه سيد عيسى بن صالح المتوفى سنة 1107 للميلاد هو الجد الرابع لسيد عز وهدى، ويبدو أن هذا الجد وحفادته من بعده قد رابطوا بالمنطقة للجهاد ضد التواجد المسيحي والوثني قبل تأسيس الزاوية. ومهما تعددت أوصاف المنطقة وأساطيرها، فإن بها زيادة على الزاوية القديمة والمسجد الأقدم ضريح محمد الشبكي الذي يعتقد أنه أول عالم إسلامي حل بالمكان قادما من تمدولت سنة 748 للميلاد. إن كان ما يميز المنطقة هو مساجدها وكثرة أضرحتها، فإن ما يميز بنيانها هو قصرها. لدواع أمنية بني قصر آس على تل صخري مرتفع، وككل المدن المغربية العتيقة فالقصر محاط بسور ذو أبراج وأبواب محروسة تجعل منه قلعة محصنة يصعب اقتحامها. آس تعتبر من المناطق التي تعرف مزيجا لغويا وثقافيا واجتماعيا بين المجتمع
الأمازيغي والمجتمع الحساني. قصر آسا من بين أقدم التجمعات السكنية بإقليم آسا، كان يضم أكبر نسبة من السكان بطبيعة الحال السكان الأصليين الأمازيغ. هذا المكان ينقسم إلى وحدتين، وحدة إدوم الليل ووحدة إدوم قيث. أغيد الستينين يقعد والبرج يحشش، يعني البرج يحشش أو كين لماذا تقبيل تسكن البروج يضنين غالي البروج يهل غمسيمي غيني لاتي لغو غارسات يعني لغيد يلي غيد كل الصور اللين البيبان وري اللي ما ديكشم بلا يغاصر زمني مخزين أو كده ميدني مخزين نزيك أو كده رسنا رزمن كشمن يغدات كان في البيبان يكوري اللي ما ديكشم يكوري اللي ما يفوغ يكوري اللي هرسو أرسو قول ميدر البال يا اعتمد في بناء قصر آسا على الحجارة كمادة أساسية، حجارة صماء داكنة اللون مرصوصة بشكل دقيق توحي بقدرة فائقة على التنظيم والتنسيق. دروب وأزقة طويلة سقوفها من جذوع النخل وسيقان القصب، ومنازل بسيطة في شكلها متلاحمة مع بعضها غنية بصمودها وتاريخها. في إطار سياسة توسيع المدن بنيت آسا الجديدة خارج أسوار القصر، وبما أن الإنسان بطبعه ميال لكل جديد فقد هاجر سكان القصر منازلهم القديمة البسيطة ليسكنوا منازل فخمة وشققا فسيحة، مما انعكس سلبا على مستقبل القصر إذ فرغ من السكان وتداعت منه الجدران والحيطان. كانت كاين ميدنا غير لاباس باش أكرز الميد طافن إزكير طافن إزكير طافن لبعين موزاي باش ولك سيبت دارنا اللي لنا أزقارن إزقارن ولا إزقيرن إزقيرن وفناشن إما يلقى عند لا يلقاني يرمان يرمانوه يرمانوه اللي نكري يرمانوه دينا اللي نكري. كان القصر يخضع لقانون يجمع بين الشريعة الإسلامية والأعراف الجماعية المحلية، ويمثله أمغار مدعوما بمجلس الأربعين وهم بمثابة مستشارين يساعدونه على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام وتنظيم العلاقات بين القصر والقبائل المجاورة. إلا غيد أمس الفترات دائما إلا تنظيم رتي اليوم غار اختقبلت المجلس انتقبلت انتاني تسير الأمور عمسيت الفترة إلا غيد يوم غار يسنتيني أمغار الحسين إلا غمس انتقبلت لحشاش انتانا كان المنظر انتقبلت، ولكن نرزقي وحدات الذي سي المجلس يسنتين المجلس الانفاليس ما يسمى بآية 40 المجلس هذا يسكر الأحكام أي تصدر الأحكام وريت تجيان أي تعدي فيان حتى لا تقبلت حتى عدى فكرة تقبلت يضين اللي يغدي قرب إلا أوري سكر المحاورات سكن ديس الهدنة سكن الفيديا إلى غير ذلك من الأمور. يوفي شي رستين دوم الليل يعني رستين دوم قلت ايش دارن يعني قالت العائله ليت ولا كانت قصدك كبيرين اوه شي قبيل دوم قلت بلاصنص اي يكري قلتين بلاصنص دوم قلت ايش دارن دوم الليل في الليل وكون غكو دين سكن ميدني 40 سكن ميدني 40 يكري ومغار ديت ما اكل يكري ومغار من كيشكر شكرا بيدي 40 جين لنا صافي كرا موتي ما ستكون اسنس اي خلصوا كوا انت ركبنا انكري لغير تخلص غمي تخلص نغمي دنس القانون لكن انا كظمن اظمن اسم قانس يوعلش افين تن 40 امس انترقو شغلنا ستيد ناس هذا مغر علش نكاتي تي مغر ناس سيد والله رسيك شمتي قمين غر ساتس غر سنس غاكو دين شي التحكم اي هاتي مزقيده ميا ها كاين قديم تاع قديم على اللي تزلى هاد اللي ديما بسم الله ادخل هذه ولا ادخلها
سايب سايب ما يلا كل هذا الله يك حمد الله يا إن شاء الله سدك تزلا من هناك غيلا رزرحت المقصور تمزق يزمد القصر دروسنا اللي ولا درس كمان يحط زلا لا مش قديا غني أنا اللي إلا من البرش صغير كله الحوانس غيدا غد زلا على واللي قربني يا واللي وني قربني تمزقيد إيش تس كويس كيف بتخلع فين دوم السوي الحسين وين اختاري كان تقديم تق اختاري كان تقديم زوارنا قستبنا اختاري زوارنا ديت مش ندون كيت لتغطية الخصاص المائي الذي يعاني منه سكان قصر آسا لجأوا إلى حفر خزانات مائية يملؤونها بمياه النهر المجاور لك اختاري تنصفيت تنصفيت اختار لا كنتيني هاتي كنتيني اللي ارتعم وسومن ارتد كتورن تمغارين سوامان من هذا التوين أمان؟ سيف أمان وسيف قلنا لعين إيه لعين تعرف منطقة آسا فترات جفاف متتالية قضت مضاجع السكان وجعلتهم لا يدخرون جهدا لتغيير تلك الأوضاع. من بين الوسائل التي يعتمدونها لذلك طريقة بالغنجة التي يعتقدون أنها تقربهم من الله ليغيثهم ويستجيب دعواهم. بالغنجة كلمة مستمدة من الكلمة الأمازيغية تغنجة، وهي مغرفة كبيرة من خشب تقوم النسوة بتزيينها بكل أنواع الحلي لتصبح كعروس جميلة. إن بالغنجة من الطقوس المعروفة لدى العديد من الشعوب منذ أمد سحيق، وهي إن اختلفت في أدائها إلا أنها تتوحد في هدفها استنزال المطر. عندما أتحدث عن طقس استنزال المطر نجد بالغنجة، إذن ظاهرة بالغنجة هي من الظواهر المتميزة في قصر آسا قديما يلجأ إليها السكان القصر من أجل استنزال المطر. مجموعة من الفتيات قمنا بجولات داخل القصر يحملن بالغنجة ويرددن عبارات من بينها بالغنجة وانو منصر بي وادي زقان أدان غدي غيث. أدان غدي غيث بمعنى أن يرحمنا الله وأن ينزل الأمطار. وتقوم يعني امرأة مسنة من داخل القصر برش هؤلاء الفتيات كناية على قرب استنزال المطر. عند إتمام المراد تنزل الأمطار وتزهر الأشجار معلنة عن مواسم جني الثمار. من بين الغلل التي تجود بها هذه الأرض الحناء، نبتة تصاحب قطفها عادة ظلت المرأة الأساوية محافظة عليها، إنها عادة أشموك الحنة. الريح
بعيد الريح زوان هواني راني وان. نظرا لما تحظى به هذه النبتة التي تدخل في إطار زينة المرأة، فإن النساء تلجانيها اهتماما خاصا، حيث تتم هذه العملية في جو تسوده الاحتفالية. أشمك الحنة باللغة الأمازيغية وكنقولوا لي بالعربية، يعني كنخرطوا الحنة، يعني كتم فترات معينة، يعني فصل الخريف ما كتمش هذه العملية لأن ما كتكونش كيكون في حالة رقود، ومنين كتم هذه العملية كاين اللي كيجمع البنات اللي عنده بزاف حال هاد التغوله، كنقول احنا تغوله، كيجمع بزاف ديال البنات وكيعلمهم قبل مسبقا بحال من النهار، يقول لهم راه بان كاين عندي تيويزي، يعني كيجمع شحال من بنات بدون مقابل، كيقولوا ليه غادي تخرط لينا البلاصه الفلانيه بدون مقابل، كيتجمعوا البنات على حساب انه كيغديهم وكيجمعهم كيجيبهم حتى البلاصه المعينه، كيخرطوا الحنة من بعد كيرجعوا لعندو. هو انا دي غير نتكيس نسكر غير غير غتنشمك جيت تشكو عزري منزل رنتيني اوادي غراني واضو ززرا خويا السنبلي يغلي الريح ززوا غادي تشكو فروخ غادي تسي الحبق غادي تفرق عيالي تي عيالينا اللي سكوسنينا شمك انت الحنا خلاص انت تفرق خلاص انت الطا الحبق اما سي غادي سكوسني فرو الحنة كنت كيسو في الشوط الحنة هذه اختي قيس نكيسيك 40 يوم تدكت كنا على تختي درت نتيني تدكت ورقي اسمي تدكت الحنة اختي قيس نكيسي غير 40 يوم رد غير تخلف نسكرسني ورقي تي نتويزي ارتمون ديال الطماط موتا قلت تمون تي فرخين دو النيران تشكي تا ويدي تشمك دي سنت الحنة تعبر دي سنت تاسين تاسين الثلثين تاسين خلال دي شي شمك الثلث. إن هذه العادات والتقاليد قد ترسخت في أذهان السكان الأسويين، فلم تستطع أن تزحزحها تقلبات الزمان. إنها ظواهر ذات دلالات وأبعاد تجسد ارتباط الإنسان بالأرض وسعيه لمواجهة الطبيعة والتغيرات التي تلحقها. لكن إن لم تستطع تقلبات الدهر زحزحة عادات وتقاليد الأسويين، فإنها استطاعت أن تنخر عيدان سقوف قصرهم وإسقاط جدرانه وحيطانه. إحساس جميل يراود كل زائر يقف أمام هذه المعلمة التاريخية ويذكر أنها كانت بحق مجمع الأولياء وملاذ المساكين والبسطاء، وأنها أرض السلم ومنبع العلم، مفخرة الأجيال وملتقى الرجال. لكن ما يحز في النفس والخاطر ما آلت إليه من خراب ودمار بعد أن كانت تعج بالعمار، تكرم الضيف وتحسن الجوار. أنا حسيت راسي حاجه غير كي اللي حتم الزيت راه كيتبان غير زيت ولا كله غير غير كتينا هذا كله خير ديال بنا لعد كل يشوا غير الحال تدور ميد ماش كريكاتين غير اللي ميشنا زغير ميد دوك مدان دور ميد البن البنيه ضنا خضر يا ريت تاك فكره خير ديال كل يضر هادي اختي تغير ذاتي اصلك كتضر يعني ما نكسات حسيت الخطر انك لحد زرد الخير هذيك هاي كان والله شي دراري الخطر هي غاسون غدري اللي خزري غاسون اللي خزري غاسون اللي بنا غاسون اللي قال لك لقيت تاع الجبر بقى ما كيك الحال الله هذه هي الله يلاه بقى قال الحال اللي قلت له انت ما غير دور انت وانت هاتي هاتي ولا شي خسير والو هاتي ألا يكفي هذا لنشد نحو القصر الرحال، نرمم الدور ونصلح الأقفال،
فتلتقي الأجيال بالأجيال ويرفل القصر في جو من البهجة والاحتفال. يجب أن يكون ترميم القصر هاجسا يؤرقنا وإنعاشه هما يقض مضاجعنا، فهل من وسيلة لتحقيق هذا المشروع الذي من شأنه أن يعيد إلى القصر الحياة؟